حبيبي عم يتدلل. بتذكر سنة 1945 كان عمري 10 سنين ونص، كنا بطرابلس. اصطحبني والدي على إذاعة محلية بطرابلس، طرابلس مسقط رأسي، وبالمناسبة والدي كان موسيقي. رحنا على الإذاعة وغنيت مع الفرقة الموسيقية أغنية بالأحرى صديق قصيدة للمطربة الكبيرة الراحلة أم كلثوم. من وقتها حسيت أني لازم استمر بهالمجال هذا، فكملت دراستي الأولية بطرابلس. بعد سنتين تقريبا انتقلنا على بيروت، وببيروت قعدت 3 سنين لأكمل دراستي. بيسموها ببيروت بروفي، بيسموها هون بأمريكا هاي سكول، بالعربي بيقولوا لها ثانوية. وبنفس الوقت بهالفترة هيدي كان والدي عم بيعلمني أنا وأختي الله يرحمها، أصغر مني ب3 سنين، عم بيعلمني كيف نغني ثنائي مع بعضنا. لما تخرجت طلع والدي عامل كونترا، عقد عمل في نايت كلاب ببغداد، فرحنا أنا والدي وأختي على بغداد وضلينا هناك 6 أشهر عم نغني بنفس المحل. بهالفترة هاي والدي التقى بصديق له موسيقي لبناني كان من أعزف العازفين، من أشهر العازفين على العود، فسمعني عم أدق على العود أنا كنت وعم أغني. قال لي تعالي، قال لك يا جمال خليني قال لك كيف تعمل مزبوط الريشة على الوتر، علمني. فبتذكر مدة تقريبا 4 أشهر كنا لما نرجع على الأوتيل والدي وأختي يناموا، أنا أدخل على الحمام، سكر باب الحمام وأقعد بالباثتب أتمرن على العود مثل ما علمني الأستاذ صليب الأطريب اسمه الله يرحمه. رجعنا على بيروت، كانت صارت تقريبا 1949-50. فحملت حالي ورحت على الإذاعة، كنت تعلمت على العود منيح، وكنت تعرفت بنفس الوقت على شاب بيكتب أغنية حلو كتير كمان الله يرحمه اسمه ميشيل طعمي، وصرت أنا وياه مثل الإخوة الروح بالروح. كان الكلمة اللي هو يكتبها كنت أنا لحنها وغنيها، فأخذ غنيتين منه لحنت ورحت على الإذاعة اللبنانية وقدمت للإذاعة، فقبلوا فيي واعترفوا فيي إنه كملحن ومطرب، وأعطوني مجال غني بالإذاعة. بوقتها كان الإذاعة لسه فيها تيب ريكوردر، كان كل الحفلات كانت تنعمل على الهواء مباشرة. فقعدت بالاستوديو أنا والموسيقيين وغنيت أغنيتين. بعدها بلشت أشتغل بالنايت كلاب، وأنا عم بشتغل بالنايت كلاب تعرفت على مخرج التقى فيه هونيك عم بغني، فعزمني على القاهرة منشان روح ومثل بفيلم اسمه الأرمل الطروب، كان بطولة ليلى فوزي، كمال الشناوي، وعبد السلام النابلسي، وكتير من الممثلين الكبار. ورحت على مصر ومثلت الفيلم ولحنت فيه أغنية بتقول آهين يا ناس وآهياني على الدنيا اللي نسياني، بيطلع نهاري فيه من النوم رجع بنام تاني. فأنيواي رجع المخرج انبسط مني كتير بهالأغنية هاي، طلب مني أعمل موسيقى كمان للراقصة. رجعت على بيروت، رجعت واستقبلتني الصحافة اللبنانية بكثير من المقابلات والمقولات الصحفية بالمجلات وبالجرائد، وصاروا ينادوا لي النجم العائد من القاهرة. علاني وسكور عمر، عمر لي بالعالي وزينها بزهور ومرمر محبوبي هالغالي. علاني وسكور
الصورة عمر عمر لي بالعالي وزينها بزهور ومرمر محبوبي هالغالي عالالي 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 عالالي. طبعا كانت القاهرة هي تقريبا الوجهة الوحيدة لأي فنان بيحب إنه ينشير. فمن وقتها بلشت أنا كمل المسيرة. تعبت كتير من سنة 56 بعد ما خلصت الفيلم. تعبت لحتى تعرفت بال 57 على فتاة كانت مبلشة بالغناء اسمها طروب. أنا شفتك فين جوزنا واشتغلنا بالشام سنتين لسنة 58 لما صارت الوحدة بين مصر وسوريا التقلنا على مصر. هونيك بمصر استقبلونا استقبال جميل جدا حلو كثير وعملونا كثير بتشجيع من التشجيعات اللي شفناها كثير مهمة كانت. طبعا بلشنا نعمل ثنائيات كثير ناجحة وانشهرنا باسم جمال وطروب وكنا نعمل حفلات ضخمة. بوقتها كان في مذيع كبير اسمه جلال معوض كان يعمل حفلات اسمها حفلات أضواء المدينة. كان كل حفلة من حفلات أضواء المدينة انعملت في دمشق أو في عمان أو في القاهرة أو في أي بلد عربي. كان مثلا حفلة يعملها فريد أطرش، حفلة يعملها عبد الحليم حافظ، حفلة تعملها نفايزة أحمد، حفلة تعملها نجات الصغيرة. بس كل حفلة كان جمال وطروب لازم يكونوا فيها. صرنا مثل ملح الطعام بالنسبة لحفلات أضواء المدينة وانشهرت مسلسلاتنا كتير لدرجة أنه صار في ناس يسموا أولادهم بأسمائنا. لحنت لها أغنية انشهرت كتير يا ستي يا ختيارة بتقول. وبنفس الوقت سنة 70 صرنا أنا عملت أغنية يا محمدة. كان أول نجاح إلي كان لما غنيت يا محمدة. يا محمدة كانت طب يعني طب بكل معنى الكلمة لدرجة أنه يعني من وراها صرت نجم. بعد يا محمدة كررت الأغاني الناجحة معي وأنا كنت أول فنان بيدخل آلة الدرامز على الموسيقى الشرقية. طبعا أنا لما دخلت الآلة الدرامز الموسيقى دخل مع الجيتار دخل مع الأورج دخل مع البيانو حتى وهيدا كان كله لحتى نعمل نيو بيت نيو إيقاع جديد يعني للموسيقى الشرقية العربية. مش معقولة ونادر شمعة طولي لما بيرجع محبوبي لأنه كانوا الأغاني زمان كانوا أقصر أغنية كانت تبع 10 دقايق. أنا عملت أغنية 3 دقايق. أغلب الأغاني اللي أنا سجلتها ولحنتها كانت ماكسيموم الأغنية 5 دقايق. وهيدا ما طلعني عن روح الموسيقى الشرقية العربية. استمريت بحتفظ فيها مع التحديث اللي عملته بالآلات اللي دخلتها جديدة. عملي لي قهوي سادة حبيبي عميد دلال. ومن ضمن الأغاني الحلوة اللي عملتها أغاني قصصية فيها قصة مثل أغنية الفستان اللي كتبها المرحوم ميشيل طعمي
صورة عن كانت الواقع بهذيك الوقت. بتقول كتير هيك مقصر الفستان يا ست يا نونو، وبتزعلي لو شي ولد جهلان شردت عيونه، حتنتنا عزاف عالمربر الشفاف وتزحلقت غمزة من شفونه. قالت بحبك عن عقيدة وعن يقين، قلت حلفي تكون ع حبك أمين، حلفت يمين وزرتها بتاني نهار لقيتها عم تحلف لغير يمين. فهيدي كمان أغنية لقيت كتير كتير نجاح عند الناس، رغم أنها يعني نقدية كتير، نقدية على المرأة. مش راح بخلي بهالسما نجمي، راح أطفن بالليل عالسكيت. مش راح بخلي بهالسما نجمي، راح أطفن بالليل عالسكيت، وعمر فيهن للي بحب بيت، وخلي الدنيا من بعد ما يعتمي يعتمي. قالوا الدنيا قالوا الدنيا قلت لهم بعيونها، قالوا السحر قلت لهم بجفونها، قالوا الجمال قلت لهم وين الجمال، ما في جمال بهالدنيا من دونها يا با يا با. هي الجمال وبعدها ما في جمال، هي الدلال وبعدها ما في دلال، هي الهوى والشمس والعطر والسحر الحلال، هي الأرض والجو، هي البحر والنو، هي الما فيها لو، ومن بعد منها تروح تفناها الدنيا، وما يضل فيها لا فقير ولا غني، ويباس كل الزهر ويوقف قلب الدهر، والجو يهبط والكواكب تنحني. يا ويلي ويلي طبعا. من ضمن الأعمال الكتير اللي عملتها اشتركت بمسلسلات تلفزيونية كنت أبطل فيها يعني، وهالمسلسلات العربية الشرقية كانت عم بلحن فيها وغني بكل حلقة قصائد وموشحات كنت أنا لحنها. قسم شرقي بلدي من ليالي بلدي، قسم شرقي بلدي من ليالي بلدي، خليني أحلم يا حبيبي وبأهلي وببلدي، وبلدي يا بلدي ويا محلى ريحة بلدي. قسم شرقي بلدي من ليالي بلدي، قسم شرقي بلدي من ليالي بلدي، خليني أحلم بحبيبي وبأهلي وببلدي. فينا كتير مش مسموعة، فأملي في يوم من الأيام هالموشحات تنسمع. سيارته أكبر وفيوسه أكثر، سيارته أكبر وفيوسه.
أكثر بس قلبي أكبر وحناني أكثر بس قلبي أكبر وحناني أكثر أكبر من سيارته وفلوسه وعمارته أكبر يا حبيبتي وحياتك 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 أكبر وأنا كنت أول يمكن أول مطرب عربي بيغني اللغة العربية الفصحى على المسرح. اشتريت بأفلام، اشتريت بخمس ست أفلام بلبنان وسوريا، واشتركت بفيلمين بمصر، وعملت مسرحية طويلة على التلفزيون. اشتركت بأغاني مع برنامج عملوا الأخوين الرحباني. سافرت على أفريقيا شي 4-5 مرات. سافرت على الأرجنتين، عملت فيها حفلات شي 10 حفلات. سافرت على تشيلي، سافرت على بلاد كتير بأوروبا، مثلا بفرنسا اشتغلت كتير نايت كلابس، بلندن اشتغلت كتير بنايت كلابس، إلى أن المرحوم فريد الأطرش كنا أصبحنا من أعز الأصدقاء. فتح كازينو بلبنان، وكان هذا سنة 70 لما فتح الكازينو. كنت عامل أنا آية حمادة، عامل بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، وعامل اسم شرقي بلدي. فطلبني واللي بدي اياك تكون نجم الكلب تبع فريد الأطرش. ضليت عم اغني بكازينو فريد الأطرش لمدة سنتين، من 70 لـ 72، الى ان توفي فريد الأطرش بهالوقت الله يرحمه. ما عاد قدرت اغني بالكازينو لانه حسيت اني فقدت صديق عزيز، فصرت اغني بدمشق تقريبا ليلية، وغني بحلب حفلات، بحمص كتير حفلات، بالأردن بعمان أعمل حفلات كتير لغاية 1981 قررت الهجرة على أمريكا. وضليتني عم استمر وثابر على فني. فتحت مطعم وظليتني غني فيه 3 سنين، بعدين تركته ورجعت على البلاد العربية، على الكويت، على مصر، غني كل يوم لغاية ما زهقت من السفر. رجعت بعدين على لوس أنجلوس، فتحت مطعم تاني وظليتني اشتغل وغني فيه لغاية 1993. عالشوق بعتلك بكرة بيوصلك مكتوبي تيقلك اني اشتقتلك انت يا شلبي انت يا شلبي قدام عيوني يا محبوب مكتوب بعد مكتوب قدام عيوني يا محبوب عالفرقة يا صبري وبدي عشكلك ميت. من القصص الطريفة اللي صارت معي، بتذكر مرة كنت بدي روح الشام لغني بساعة 9 بالليل، كانت عم لاعب تاج، كان عمله شي 3 سنين يمكن. قبل ما روح هيك عم لعبه، وقام كان دارج بوقت الكاراتي، بحامله هيك أنا وعم لعبه، قال لي صرت بلعب كاراتي، راح طارني عرضقني هون، أنا مكسكس عليه سناني، طارني قلب سني لجوا، ركضت على الحمام
جلسته كبسته بإيدي حطيت شوية مي وعم يجعني. المهم حلقت ولبست ورحت على الشام. طلعت عم أغني بدي أغني. طلبوا مني مزيكا يا مزيكا. ما كنت حاسس بالوجع بس لما غنيتها صرت أقول ومزيكا يا مزيكا ما أقدر سد على شد على سني من كثر ما عم يجعني. بدي أقول مزيكا ما بقدر أقول مزيكا يا مزيكا وحياتك يا مزيكا. العالم صار يضحكوا علي شو قلت له صار عندي لدغة. مزيكا يا مزيكا وحياتك يا مزيكا. أنا طبعا كل الأغاني اللي أنا غنيتها بحبها كتير، وطبعا لو ما كنت بحبها ما كنت لحنتها وما كنت غنيتها. بس أكثر وحدة غنيتها وبحب دايما غنيها ورددها اللي هي بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، وهيدي بغنيها لجول، بغنيها لتاج، بغنيها لتيجان، بغنيها لأي حدا كتير بحبه وخصوصا تيجان. بدي شوفك كل يوم يا حبيبي وما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي. بدي شوفك كل يوم يا حبيبي. هلا من الشغلات الحلوة المهمة بحياتي انه في ناس ممكن بيسألوني كيف حتى صرت ملحن، كيف يعني قدرت تلحن اغاني مثلا حلوة والكلمات مش انت عاملها. جوابي انا قالون اني انا لما والدي علمني على العزف على العود كمان علمني على جميع الانغام الشرقية وعطاني دروس فيها مهمة جدا. ولما كمان تمرنت على العود اكتر بالعزف من وراء ما نصيحة الاستاذ صليب الاطريب بالعراق، كمان صرت اعرف اكتر بالانغام، اعرف غير انغام. الى جانب اني انا كنت باللغة العربية كتير كتير شاطر وكتير يعني عارف بالصرف والنحو، فكان لما امسك الكلمات اللي بدي لحنها كنت افهمها كتير منيح ولحنها على هوا الكلمة شو لوين بتروح، يعني حس بالكلمة وشو المقام اللي بدي اعطيها اياه. وهذا اللي خلاني اعمل الحان اسمها السهل الممتنع، يعني بتحسها ما فيها شيء كتير بس ما بتخطر على بال حدا يعملها. هذه الآلة اسمها نشأة كار. هذه كانت آلة منسية، آلة تركية قديمة وكانوا العالم ناسيينها ما حدا متذكرها. أنا لأني كنت لما أغني على المسرح
كنت حب أعزف على العود، فكان بدي آلة إني على أبكيت في مثل الجيتار، فاستنبطت هالآلة هاي وجبتها وطلبت من واحد بيصنع عواد بلبنان يعمل لي إياها، وسميتها بصراحة جمال كار، لأنه لما تقول لحدا نشأة كار ما حدا بيعرفها كان. فصارت هالآلة هايدي كتير ماشية ومشهورة كمان، هايدي آلة كمان دخلت على الموسيقى العربية لأنه كانت منسية. أنا الحقيقة الفترة الغنائية اللي عشتها الموسيقية كانت حوالي بين 40-50 سنة، عملت فيها حوالي 300 لحن يمكن، يمكن أكتر، بس بعرف إنه في حوالي 50 أغنية أنا ملحنها كلها، كانت من الأغاني الناجحة على المسرح وكانوا كل الناس يحبون، وفي أغاني كتير مسجلين على لونج بلاي أسطوانات، وفي أغاني كتير مسجلين على سمول ألبوم، يعني عامل حوالي 20 سمول ألبوم وشي 5 لونج بلاي، كلهم فيهم أغاني ناجحة، وعامل كتير أغاني قصايد مثل ما قلت بالمسلسلات التلفزيونية، وهيدي مع الأسف لأنه المسلسلات ما عادت انزاعت، هالأغاني ما عاد مبينة، بس أنا عندي ريكورد إلها كلها. بنفس الوقت في عندي يمكن حوالي 100 أغنية ملحنون وموجودين على كاسيتات على العود بس، لأنه ما تسجلوا هدول لا بمسرح ولا بإذاعة ولا على ريكورد. أنا بعرف أنه كل زمن له رجاله، وبعرف أنه في فنانين كتير قبل مني بكتير من 100 سنة وأكتر يمكن كانوا مشهورين مثل ما أنا كنت مشهور، في منهم انتسوا ما عاد جابوا سيرتهم، وفي منهم عايشين بالموسيقى هون لليوم. فأنا بتأمل إنه الموسيقى اللي أنا قدمتها يكون لها نصيب بالمستقبل، إنه الناس يذكروني فيها، خصوصا لما بيذكروا الفترة اللي كان فيها هؤلاء العمالقة محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، عبد المطلب كتير، وديع الصافي وصباح، أنا كنت منهم هذول، فإن شاء الله بيذكروني لما بيذكرون كمان. يعني هلأ أنا الموسيقى تبعيتي اللي عملتها كانت فعلا موسيقى فرحية بتسعد القلب، وكان كل أغنية من هالأغاني إلى نكهة خاصة، وكانوا كتير الناس ينبسطوا يرقصوا عليهم، وإن شاء الله بتأمل أنه تضل هالموسيقى معهم ويضلوا يرقصوا عليها ويضلوا سعادة فيها ويذكروني بالخير. خليني احبك اكتر اكتر يا حبيبي كتير، اكتر يا حبيبي كتير، خليني بشعرك اسهر والشعر يطير يطير. واذا بتسالوني على شو بندم بحياتي عملته او ما عملته او قلته او ما قلته، بس اذا قلته
هو إذا كنت قلت شيء بيتفسر إني عم بمدح بحالي، وهذا بندم عليه كتير لأنه أنا ما بحب اللي بيمدح بحاله. وتصبحوا على خير. أيامنا رح تتحلى وتفرح هالدنيا كلها، أيامنا رح تتحلى وتفرح هالدنيا كلها، وبعد العسر بيجي اليسر وبيفرجها الله، الله بيفرجها الله. أيامنا رح تتحلى وتفرح هالدنيا كلها، أيامنا رح تتحلى وتفرح هالدنيا كلها، بعد العسر بيجي اليسر وبيفرجها.